هكذا بدا ميدان رابعة العدوية بعيد ساعات قليلة اليوم الزحف إلى مقر الحرس الجمهوري ووزارة الدفاع للمطالبة بعودة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، فلا الحرارة المرتفعة جعلتهم يتراجعون عن الاعتصام. وهنا بهذا المستشفى الميداني برابع العدوية الذي تم إنشاؤه منذ بداية الاعتصام بدأ الأطباء والصيادلة على أهبة الاستعداد للمسيرة المليونية خوفا من انزلاق الوضع. احنا في هذه الحشود الكبيرة بنبدأ نجهز نفسنا، بنبدأ نوفر نواقص الدواء، ودي الحمد لله بتبقى كلها معظمها عن طريق التبرعات، سواء كان تبرعات عينية أدوية أو تبرعات مادية نطلع نشتري بها النواقص بتاعتنا ونكملها. بنكتب نواقصنا يوم بيوم، اللي احنا بنجيبه من التبرعات اهلا وسهلا، ما بنجيبش بنطلع نشتري من بره عشان نوفي اكبر قدر ممكن من احتياجات الثوار. اقسام متعدده بهذا المستشفى الميداني واطباء من كل التخصصات تم تجنيدهم لاسعاف المتظاهرين المؤيدين لمرسي. الامكانيات الحمد لله يعني متوفره، احنا لا نحتاج الى اي يعني امكانيات عينيه ولا دوائيه. حدث يعني اقبال هائل من المصريين بتبرعات عينيه وماديه منذ اليوم الاول المستشفى، فيمكن حضرتك لو صورت بره هذا الباب هتجد كميات هائله من الامدادات. إذن بدأ العد التنازلي لمسيرة الغد، كما بدأت حالة الطوارئ بهذا المستشفى الميداني برابعة العدوية. مصر إذن على صفيح ساخن، وتأويلات ورهانات تنتظرها خلال الساعات القليلة القادمة. مفاد قناة الدير تي في إلى القاهرة، حسين بصالح.